بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بدنا نكمل المشروع اللي بلشنا فيه الجلسه الماضيه، طبعا اللي هو بين ايدينا المطبخ هذا. هلا الجلسه الماضيه عملنا الفراغ الكلي وتعرفنا على الريلينج وشلون عملنا الدرج بالاضافه لموضوع الابواب والباب والشبابيك. اليوم ان شاء الله رح نكمل الخزن، ويعني نحن اذا كملنا الخزن وفهمنا تفاصيل هون المشهد تقريبا خلص معنا، بيبقى موضوع اخراجات واكسار بلوكات وهيك عناصر، فهي بيبقى الشغل عندكم يعني رح يكون اكثر من هلا. بس الاساس اللي نفهمه اليوم الافكار الجديده اللي رح ناخذها هي بعمل الخزن. هلا الخزن موجوده معنا هون ابعادها كلها بتفاصيلها تقطيعاتها كمان، فنحن على اساسها رح نشتغل. اذا لقيتوا شي بعد ما داخل دخلوه على الاوتوكاد واعطوه سكيل ريفرنس على شي بعد بتطلع معكم الابعاد الثانيه. هلا بالنسبة للخزن برأيكم شلون بدنا نشتغل فيه هون؟ يعني كخطوات أولية. تمام، الفكرة بدي أعملهم بوكس، طيب أنا بدي أشتغل كل وحدة من هدول بوكس ولا بدي أشتغلها كلها بوكس ولا كل جهة بوكس؟ بشتغل كل وحدة بوكس منهم مثلا وبعدها نكمل، طب هلا هاي حالة، لما بدي أجي هون يعني بدي أفكروا بدي افكر فيه بعد ما نشتغل، انه انا مثلا عملت بوكس هاي حلو وقطعتها، طبعا بعدها بدي اقطعها كونكت حسب الشيء اللي عندنا. الشيء بدنا ننتبهه انه البابات مثل ما حكينا كموديل البابي معقد، هذا ما بسيط، يعني ما عندي والله خط مستقيم اعمل بفل بروفايل مثلا او شيء. فهون انا بدي يلزمني الاقواس هاي كلها تكون نفس بعضها، فبدي افكر انا يا ترى بالرسم شلون بدي ارسم هالشيء هذا. ما بدنا نشتغل هون اوتوكاد، ممكن حدا يقول لنا انه ناخذ اوتوكاد وندخل على الماكس، ما بدنا نشتغل احنا هيك شغل، بدنا نشتغل على الماكس مباشره. فالفكره هون بصراحه السهوله بالشغل والاختصار للوقت انه نعمل قدر الامكان كلها تكون معي شو كتله وحده شقفه وحده، ولما اشتغل فيهم اشتغل فيهم كلهم سوا. فمثلا انا ما بدي اعمل هذا القوس ضفنا نقطه هون بسحبهم كلهم بحركه وحده نقاط، فرح يطلع معي القوس كله قد بعض. تمام، بينما انا لما بدي اشتغل واحد وروح انسخ وطبق على الثاني صار شغل هون كتير متعب ورح ياخذ وقت كتير، وقد ما تعبتوا علي انا ما رح يعطينا هالدقه هاي. على المهم هلا بالشغل رح نفهم بالضبط شو شلون يعني رح يصير هالحكي هذا. فانا هون رح اشتغل من بوكس واحد وطالع منه بقيه الكتل كلياتها. تمام، وبعدين منها بنقطعها طبعا كونكت لحتى اوصل هالتقطيعات هاي اللي شايفينها هون هون وهون، وبعدين على اساسا نحن بنحدد البابات اللي بدي اقطعهم والاقواس. تمام، هيك رح يكون الشغل. ملاحظه ثانيه انه انا قبل ما اشتغل بدي اعرف شو شلون بدي اعمل، لمين بدي اعمل الاكسترود، لمين بدي اعمل اللاينات وهالامور هاي. فانا هون اذا طلعت يعني بدنا ننتبه لشغله انه انا عندي سماكه رخامه فوق البابي مثلا اخذه الحرفي، عندي نعلي رخام تحت 7 سم مثلا، في عنا هون الفضة، هالتفاصيل هاي كلها بدنا ننتبه لها يعني قبل ما نبدا بالشغل. رح اخذ انا ابدا من هاي الواجهة، عنا نحن تقريبا حوالي 350، عنا 100 175 75، والسماكة 65 او عمق الخزن. هلا رح ابدا من هاي بعدين طالع الطرف الثاني ونكمل بقية الخطوات. فرح اعمل انا هون بوكس، معلش رح اعطي الكتلة كلها لون واحد مشان هيك اريح بالشغل، معلش رح اغير الخلفية مشان تكون اوضح لكم، او رح اغمق اللون شوي. رح اخذ بوكس من كيبورد انتري، رح ناخذ 350، الويد 65، والارتفاع رح ناخده هو اذا حسبته بيطلع معنا حوالي 91 تقريبا، فرح ناخد هون الهايت 91 وكرييت، هيطلع معي الاول بوكس. طبعا هون رح اخد سناب، تمام، ومن هون بنطبقها مكانها، هي بدها تيجي هون. طبعا هو العرض المفروض يطلع نفسه عالضبط، اذا صار معنا فرق او شيء بعدله بالبولي، باخذ سطح هذا ونعدله. فهون رح اعمل كونفرت تو بولي.
هلا حولنا. طبعا الشيء اللي بدنا نعمله بعده انه بدي اخذ الطرف الثاني منه، فهذا عرضه 65 وواصل قبل الاخير ب 60، فهي كمان ممكن استفيد منها للعرض هذا. طبعا لحتى احدد الخط ال تو ار، خط ضلع ال تو ار، راح اعطيه كونكت واحد. ما هيك قفلنا التحديد، سناب اكس واي فعال لهون، بنصفر القيم وبنرجع على الاكس ناقص 65 اللي هو العرض اللي بدنا اياه. شو بقى يعني هلا اعمل بوليجون واكسترود لهون، بس اجي هاي اكسترود حوالي ما بعرف شو، رح نعمل 350 مبدئيا، وبعدين مثل ما حكينا هي بعيدة عن اخر شيء 60، فرح اقفل التحديد، رجعناها للصفر، وهلا على الواي مع اتجاهه 60 سم. ماشي، فهلا طلعت معنا بهالشكل هذا. اللي عنا اياه كمان بدي طالعه هي هاي البابي هاي الطويله، فعنا هون عرضها هاي 120. نفس الحكي رح ناخذ 120، ارتفاعها اقل من السقف بحوالي 20 سم. نرجع هون باخذ الادج نفس الاسلوب اللي اشتغلنا فيه، ال تو ار كونكت اوكي، قفلنا التحديد على الواي، وهون رح نعطيه حوالي 120 بنفس العرض. فهلا من هذا السطح بقدر اخذ هون البوليجون ونعمل له اكسترود القيمه اللي عنا اياها. يمكن الارتفاع هون ظاهر موجود معنا بالمقطع، هاي المقطع هون. شوفوا عنا فضة 45 ماشي رح نعملها، وعنا البابات الثانيات لانه رح نطالع على نفسهم 8، هني رح يطلعوا على نفس الخط، فانا رح اشتغلهم بهالاسلوب هذا. هي اكسترود 45 اول شيء ابلاي، وبعد رح اعمل له اكسترود 8، فهيك اخذت انا الارتفاع كله. طب البابات الصغار الموجودين عندي هون، هلا هذول مثل ما شايفينهم العرض موجود عندي بالمسقط حوالي 80 ب 80 بالضبط، من طرفه رح نعمل اكسترود، بس الفكرة انه اعمق لجوا هني فرع 20 سنت عند البقية مثل ما شايفين بالرسمة هون. انا هون يمكن ما ضايفها، هي حوالي شي 20 سنت، فمن هون شو رح نعمل اكسترود. طبعا ما بعمل اكسترود وبعدين بدخل الاسطح، يعني ما حدا يفكر انه والله اعمل اكسترود هيك وبعدين اخذ هاد سطح اعمل له موف، ما رح يمشي حال. تمام، ودائما لما بشتغل انا ما بشتغل انه مثلا مثل هاي بشتغلها كامله بعدين بفرغ، التفريغ كتير صعب بالايديت بولي، فاي فضة عندي بحاول يا اما افصله كتل، يعني مثل الحاله اللي عنا اياها هون انا فصلتهم عملت اكسترود واخذتها من هون، ما عملتها كامله والله من تحت وكملتها، يا اما هاي مثلا وحده لحالها ممكن نعملها بوكس لحالها، او ممكن هون طالع هي تفريغ بسيط. بس مثلا في عنا حاله انه هاي الباب النصانيه مفرغه، خلونا نقول اخذه هالشكل هذا مثل ال، فهون ما طالع منه، طالع الفوقانيه بس اكسترود اكسترود، وهاي شو بنعمل لها بنزلها لتحت. عرفت شو الفكره؟ فموضوع التفريغ كنت تكونوا منتبهين له درسينه قبل. رح نرجع هون اتش، اخذنا هدول الضلعين كونكت، طيب ضافوا على النص سناب، وعلى الاكس رح دخله لجوا 20 سم. من هون رح ناخذ البوليجون من رقم 4، ومنحدد هذا السطح. طبعا رح نعمل له اكسترود اول شيء 80 بعدين 80، انا هون بكون عم اكسب السيجمنت هدول مشان ما اتعذب واعملهم، مشان هيك نعمل اكسترود بدرجات. خلونا نقول هلا عندنا بابي على اليسار كمان، هاي الوحيده البقياني، هاي ارتفاع 80 تمام وعرض 60. هلا بجوز انا اعملها من بوكس، بس بدي اقعد اطبقها على نفس خط هاي وهيك، فممكن اعملها بنفس طريقه هاي بعدين امحي القسم هذا، هذا ما يعتبر تفريغ يعني، لا بدي احذف قسم كامل، فراح اخذ من هون نفس الحكي كونكت سناب، على الاكس راح ناخذ 60، بعدين راح اخذ هون بوليجون اكسترود، عنا اول شيء قلنا 45 ابلاي، بعدين راح اخذ اكسترود ثاني اللي هو 80، فصارت معي بهالشكل هذا. بقي يعني اخذ هدول ديليت، شو صار معي هون؟ صار عندي كاب هيك او عندي بوردر بدنا نعمل له كاب،
اخذناهم اثنين عطون وعملنا له كاب. بدنا ننتبه على الكاب انه احنا اذا السطح ما منتظم بيعمل مشاكل، فهي بدنا ننتبه له. بس بقيان هاي كمان دخلها على الواي 20 سم لجوا، فهي اخذي بهالشكل هذا. هلا متى ما طلعنا حسيت المطبخ بلش يطلع معي الخزن. فهي الخطوات الاولانيه بسيطه، بس بصراحه يعني لازم نفكر فيها. مثل ما قلت لكم موضوع التفريغ، لان احيانا هيك شغلات بسيطه كثير بتلبك. طيب هيك تقريبا المطبخ صار عندنا جاهز. انا حاسس الارتفاع هذا كثير ضيق، فرح معلش ارفعه شوي على الواي 10 سم. لو طلعنا عن القيم شوي تمام. هيك اول مرحله رح نشتغلها بالخطوط هاي. الشيء الثاني اللي رح نكمله، في عنا البابات هدول شايفينها، فانا لما بدي اشتغل فيهم طبعا شايفهم من صوره او من اوتوكاد. رح نكمل تقطيعات يعني حسب الهاي. فانا بدي اشوف عندي بابي 2 3 4 مثلا 5، فهون عندي 5 كونكت ماشي، 5 اضلاع، هون عندي 6 وبهالشكل هذا. كمان بدرسهم قبل ما ابدا بالشغل. ملف الاوتوكاد هون موجود في المخططات تقطيعات هاي. في عنا قبلها تشامفر كمان ذكرتوني فيها، فرح نعمل تشامفر اول شيء مشان نطلع معنا القياسات نظاميه. هلا هون مثلا انا لو مقطع قبل وعملت تشامفر القياسات كلها راحت معي، قياسات الكونكت كمان ان شاء الله بدنا ننتبه. هلا اخذنا تشامفر هون راح اخذه حوالي 25 او اكثر شوي 30 تمام. قبل ما اعمل الكونكت لازم اعمل النعلي، شايفين عندي 7 سم وهي ماشي على كل الكتل، فراح اخذ من هون اتش ضلع الت وار. انتبهت شو تحدد؟ ممكن سلايس بلين حددا او بالكونكت بنفس الاساليب اللي عم نشتغلها. طيب فنحن اخذنا الكونكت رح نزله على الزد على الصفر هي على سناب، ونرفع 7 سم او 8 سم عنا اياها اللي هي النعلي تحت. فنحن بعد ما عملنا هدول رح نبدا بتقطيع البابات. هلا عنا هاي مقطعة مثل ما حكينا 6 تقريبا او 5 بتقطيعات متساوية. طيب نحن عنا هون مرسومة وحدة، هاي بدي الغيها. بدنا نحكي على الحذف، موضوع كتير مهم. موضوع الحذف انه انا طبعا اكبر غلط انه انا اخذ ضلع واعمل له ديليت. شوفوا شو بصير معنا، السطح كله طار هون تمام. الحالة الثانية اللي عنايها انه انا احذف بالباك سبيس بالريموف. في ملاحظة هون. إذا نحن أخذنا هذا الضلع عملنا له باك سبيس على الكيبورد أو ريموف من هون تمام، الضلع هون راح. بس إذا دخلت على الفيرتكس شو بلاقي؟ شايفين نقاط موجودة معنا هون، فهي بدنا ننتبه لها. عندنا آخر حالة هي اختصار اسمه كنترول مع الباك سبيس، حددون كنترول مع باك سبيس، هيك الضلع برجع معي تمام. فهي ملاحظة كتير مهمة بموضوع الحذف. هلا يعني بس أسوأ شيء يصير إنه أنا أحذف ديليت. الشغلة الثانية كمان أنا ما بجي مثلا ضلع مثل هذا بعمل له كنترول باك سبيس، لأنه نقاطه هون لازمت لي، هاي إذا راحت مشكلة. أضلاع الزوايا مثلا، بينما هيك ضلع إطار يعني كامل فمكمله عادي. ونحن على العموم كان ممكن نخليها انه حلوه خط مع هاي تبقى ونقصقصها 4 طبعا حسب تصميم المطبخ، بس حبيت احكي ملاحظات على موضوع الحذف. ملاحظه ثانيه، هلا هون انا لما بدي اجي اعمل كونكت، هلا هون الامور تمام معي، بس اذا بدي اكمل كونكت لورا شو راح يصير معي بين هاي وهاي؟ خطوط شكل. فانا هون شو ممكن اعمل؟ ناخذ ال رح اخذ حدد السطح كله بالضبط على التوب، واشتغلنا فيهم الدرس الماضي. بناخذ الكويك سلايس بالايديت جيومتري ومنفعل البولر مشان ناخذ خط مستقيم بالاف 8 حكينا بناخذها من هون، شوفوها الدرس الماضي. بالكستمايز بناخذها وبنحطها هون. هلا انا اذا كبست اف 8 المفروض الاقيها فعاله عندي لانه ضبطناها باختصار. بنفعل هون سناب اف 8، هي قصيت هون خط مستقيم خط مستقيم، هاي مشان نحل مشكلة انه عم يطلع معنا الخطوط مايلة.
هلا هيك انا بضمن اذا رحت على الايدج اخذته وعملت له alt و r الامور صارت معي تمام. مبدئيا رح اخذ هدول. هلا عنا اربع بابات هون تمام. طبعا قبل كنت لازم ادرس انه الخام يا ترى بدي اعملها ضمن هالفراغات ولا فوقه. نحن حسب الرسم رح نعملها فوقه، فرح اخذ هون السطح الفوقاني كله نضيفهم هون. اخذنا هذا السطح كله اللي هو سطح الخام، شو رح نعمل له هون؟ اكسترود. رح اعمل له سماكي بس حوالي النص سنت قبل، بس فراغ صغير تحت الرخامي. ابلاي مراد نعمل له اكسترود سماكه الرخامي 2 سنت مثلا او اكثر شوي، نعملها 2.5 تمام. الفكره بهالفراغ هذا حلو انه انتبهوا انه طلع بدي حدد، شفتوه هذا الصغير alt و r حدد لي كل شيء على نفس الخط. طيب كنترول مع بوليجون، انتبهتوا مين تحدد؟ وهذا شو رح نعمل له؟ اكسترود لجوا. حوالي الواحد سنت بس هيك نفرز له. كمان حلو اني انا اخذ هذا الخط، شوفوا هون ال alt و l ما رح يقبل، باخذ على اليسار وعلى اليمين alt و l، ف رح تطلع معنا بهالشكل هذا. رح اعمل له هون تشامفر صغير، كنت اكسترو كسر او فيليت اللي بدكم اياه. فهيك تقريبا صارت الخطوط معي جاهزه. بيان اخذ هدول كنترول مع هاي وكونكت مثل ما حكينا اربع بابات عنا هون. رح ناخذ كمان هون عنا هاي مقطعه ثلاثي حسب التصميم، شايفينها هون او تحت عنا هون ثلاثي تقريبا باثنين وفوق عنا الاثنين باثنين. رح اعطيه هون كونكت، نقطع هذا الطرف اول شيء تمام. والتقطيعات هاي اللي عنا اياها هون رح ناخذ التقطيعات هاي، وعنا هون مثل ما حكينا ثلاثه. فهي الخزن صارت واضحه معي هون. وفوق نفس الحكي اخذنا هدول التنتين كمان مقطعه هاي اثنين باثنين، فرح اخذ هدول التنتين نعمل له كونكت. صارت تقريبا معنا جاهزه. عندنا هون هي بابتين طوال وفوق بابتين. طب هذا الخط ما لازم ليه؟ فرح اخذهم هون، رح جرب اعمل له كنترول باك سبيس، ما بظن يعمل لها مشكله. كنترول مع باك سبيس بنفعل ال F3 بتاكد في شيء مشاكل صار معي هون، في شيء سطح راح سطح ما طالع. اذا كانت الامور تمام بنكمل شغل. طبعا ايدج حددنا هدول وقطعنا كونكت. فهلا انا اذا طلعت الخزن تقريبا صارت معي جاهزه، بقيان نعملها تفاصيل البيفل بروفايل وخطوات الثانيه اللي بدنا نكمل شغل فيها. هي كانت بس هيك خلقوا الخطوط العامه لانا كون هيك تصميم. طبعا هون متى ما انا خلصت اللي بقيان هلا شويه شغل، خلينا نقول يعني بس بده وقت، بس هون اذا انا بلشت صح وصلت لهيك نتيجه الشغل الباقي ما يعني ما حد يخوف بالغلط. طبعا اهم شيء نعرفه انه انا لما بدي اشتغل ما بشتغل كله على ملف واحد وبعدين اذا انضرب الشغل كله فورا بعمل سيف مرحله ثانيه صفر اثنين تمام. خلصت هاي المرحله، خلصنا موديلينج مثلا بشكل عام وبدي ادخل بلوكات. هلا مرحله ادخال البلوكات احيانا بتقل، بدخل بلوك بتضرب لي الملف كثير بتكون ثقيله، فقبل ما ادخل بلوكات بسيف نسخه وبحط نسخه ثانيه بسميها مثلا ويز بلوكس. خلصت بدي اكسه بسيف نسخه ثانيه بسميها ماتيريالز تمام. مرحله ثانيه اضاءه، مرحله ثانيه اخراج نهائي. فهذا ترتيب الشغل كثير مهم. هي اول مرحله خلينا نقول عملنا الخطوط الاساسيه للمشروع.